تحياتي لمتتبعين قناة مصطفى لوك، ما ننسيكمش دائما بارطاجيو وتضغطوا على زر اللايك والتعليقات ديالكم، هذاك ما نناقشوهاش. اذا حنا كنحاولوا دابا نجيب لكم من الحدث كيفاش الخزيرات الناس كتعايش في الجزيرة الخضراء في اسبانيا بالضبط، دولة اسبانيا، كيفاش الناس كتعامل مع كورونا فيروس. فهمتيني كيفاش وكيفاش هي من بعد كما كتعرفوا التوجهات ديالنا الفنيه، غادي ضروري فيما نشوفوا شي لاتوس ارتستيك لابد ما نحيلوا لكم بحال هذا اللي كتشوفوا، هذا الرامبا اللي فيه هذاك الطير هذاك منحوت ومخدوم متشاب هذا الحديد. اذا غادي نمشيو ديريكتامينتي نناقشوا كورونا فيروس. كورونا فيروس دابا اسبانيا انتما كتشوفوا تحلوا المحلات ديال البيع والشراء والمطاعم وليزوتيل تحلوا، انتو الشركة تاعهم تحلوا، الناس كيتمشاو كما كتشوفوا دائما عاملين ديك الحاجة الصحية دايرين الكمامات ولا ديستونس، ها الطوبيس هو محرك، انتونسيس الحياة عادت كما كتشوفوا الى النورماليدات ديالها. كل شيء اللي في الطوموبيل عنده الكمامه، واللي برا تا هو عنده الكمامه، ديك راه عندها الكمامه، واللي في الموتور راه هو عنده الكمامه. انتم كتشوفوا الامور كيفاش غدا، هذا من جهه اللي كنت منه من المغاربه البلاد يزيدوا يحاولوا يركزوا على هذا الشيء، هذا على الحل هو التعايش مع الفيروس. ودائما الكمامات، هنا الكمامه عليها 100 اورو ديال المولطه، 100 كتشوفوا مرة هي عمود ماما، هنا 100 اورو ديال المولطه فيهاش العربيه، وقاف ما لقاش عندك 100 اورو والمخزن كيدور غير عليها على الكمامه. هذه من جهه، من جهات وما كتشوفوا وتلاحظوا، باش ما تقولوش حقا راه حنا كنستريسوكم ولا كنعمروكم بنفس الموضوع ولا بمواضيع اسبانيا. هذا موضوع اخر اللي غادي نناقشه، هذا موضوع اخر اللي وريتكم. اذا هذا من المواضيع، موضوع اخر اللي بغيت نناقش معكم اللي بقيت انا حل فيه شويه اللي ما كنتش زعما متصوره، هو الكراء غالي بزاف، كراء غالي بزاف. انا كيعتمدوا بزاف على لي ستاتوا، على لار وعلى الحيوان كما شفتوا، فهمتي كيعتمدوا بزاف على لار وعلى. اذا كما قلت لكم الكراء لاحظتوا غلا بزاف، غلا بزاف اكثر من اللي كتصور في 2005 2004 2008، الدار اللي كانت كتعمل 150 ديال الاورو 200 ديال الاورو حتى 250، دابا ما تهضرش على 700 600، ما تهضرش على 500، فهمتي كيفاش؟ هذا مشكل كبير، مشكل عاوز، يعني شحال القدره شحال غتخلص في الخدمه ديالك. هي الموظف العادي اللي الخدام العادي اللي كيخدم مثلا بشركات مثلا بحال ميركادونا وكذا كيتخلص 700 ديال الاورو 800 ديال الاورو، كيفاش غادي يخلص؟ ها هو نقولوا 1000 ديال الاورو، ايوا كيخلص 600 ديال الاورو، كيفاش؟ هذا كاين من خلال هذا الناس كيفاش عايشه، ها هو كيقلب في الاسبال المسكين، راه كتقلب في الاسبال، ايوا عيش يا مولاي، كل واحد كيفاش كيدبر هذا الكريوس. هذا هنا في هذه المساله هذه غادي نرجع نناقش معكم الكريوس. الكريوس هو البوست، البوست هنا غادي نناقش معكم واحد الموضوع، واحد الموضوع اللي هو سيرفيسوري بيرفكت غراسيس، هذا واحد الموضوع غادي نناقش معكم ديال القضيه ديال الموضوع ديال المساعدات ولا اكثر مايكل مساعدات ديال اسبانيا. مساعدات اسبانيا اول مره عاد السيمانه اللي جايه عاد صدقوا عليها في البرلمان. اذا اسبانيا دابا 3 شهور تقريبا دازت
الناس اللي هما ما خدامين شي والطلبه والمهاجرين غير شرعيين ومسائل ما شدوا الريال والكره مشاكل وقعوا مع الناس معاه في الكره مشاكل كبيره وعويصه مشاكل كبيره وعويصه من ناحيه ديال الكراسي اللي عندهم محلات واللي عندهم المساله كيفاش هذا انتونسيس اصعب. اذا اللي عنده هنايا اي مهاجر اللي هو طالب ولا غير شرعي ولا اللي هو شرعي وما خدامش ما كاينش في اخر خص ضروري ما يتواصل مع لا سونتو سوسيال، ومع لا سونتو سوسيال هو اللي غادي يحاول يعاونوا في ديك المساله هذيك اللي غادي يشوفوا كيفاش الحاله ديالو وكذا باش واش يقدر يستفاد ولا ما يقدرش يستفاد من المساعده، ويحاول يتواصل معهم باش يدليلهم بجميع الاحتياجات ديالو وبجميع المسائل ديالو. هذه من جهه. من جهه واحد الموضوع ديال السائق المحترف. السائق المحترف اللي دائما نورمالمون تيكون كنسبقوا في الموضوع بيرو باقي هاد المرة تأخرناه شوية سبقنا عليه مواضيع أخرى. بيرو السائق المحترف نورمالمون تي حنا كنطالبوا وكنلتمسوا من الداخلية وزير الداخلية من خلال عدة شكايات وصلنا بها في لوتوروت. لوتوروت قال لك بأن لوتوروت في المغرب رجعت وكر ديال الناس الشباب اللي باغي يقطع من برا، والناس اللي كتديم تاع الناس. يعني واحد مؤخرا فرعوا له الرموك ديالو، فرعوه من الفوق وهزوا الدلاح وهزوا مسائل فرعوه، يعني الرموك تفرع من الفوق بالسطح فرعوه وحيدوه. وسائقين حتى هما اصدقاء ديالنا سجلوا ملاحظات كيوقفوا تما حدا البياج ولا في ستاسيونيس كيجيو يفرعوا عليهم. ما عرفناش واش باغين يقطعوا اوروبا، ما عرفناش واش باغين يسرقوا. هذه هي المساله اللي مهمه اللي كنحاولوا نتمسوا من وزير الداخلية يرد اعتبار ديالها. السلام عليكم. أنا موجود ونتلقى حدا ديك ديال تطوان ديال جوكا. بالي بيرفكتو، واخا بعيدة شوية تما نوصل عندك تما حيت متقل. هالي السلام عليكم. صافي تما خليك تما خليك تما نرجع. السلام عليكم. اذا نفس المشكل اللي ناقشناه يعني عندهم اخي مصطفى كتوزن اكشتيها راه حجره صغيره، ولكن كتوزن تقريبا جوج كيلو ونص، يعني على حساب القيصه، على حساب كيفاش كتقيسها، تقريبا جوج كيلو ونص.